اذا طلبوا مني تشارك العليا كذلك مطالب يساعدنا. عندك 3 كيلو فارينة، حطي لها مغرفة لافاني، هنا ديري كيلة بصح ماشي معمرة صديق، تقدري ديري فوق النص شوية سكر ناعم، وحدة خمارة كيميائية، هنا رايحة ديري كيلة نتاع سمن معمرة تبسي بيها هذيك الفارينة مع السكر الناعم، بسيها مليح مليح وتلمديها بالماء ومزهر. نعاود لك المقادير: 3 كيلات فارينة، مغرفة لافاني، نص كيلة زيدي فوقها شوية فقط تاع سكر ناعم، وحدة خمارة، كيلة سمن ذايب ويكون بارد، بسيها مليح مليح ومن بعد رايحه تلمدي بالماء ومزهر. لازم العجينه كي ديري لها الماء ومزهر بالك راك شتيني حسينه تجري لاباط، كي شغل تبان لك خالتي زهره بلي جاريه بلي راها جاريه تقولي جريتها، وهي جيست ديريها في الساشي ديريها في الثلاجه تعاود تجمد تعاود تشد روحها عادي. الحشو هنايا تقدر السيده دير، قلنا دائما مقدور مقدور دائما كل وحده ومقدورها، هذه قضيه مقدور. تقدر دير اللوز كما تقدر دير كاوكاو. هنا اذا دارت الكاوكاو دير ربع فناجل الكاوكاو وفنجان سكر، ربع فناجل الكاوكاو وفنجان سكر وتسكرفج لها القارص. هنا دير صفار بيضه ومغرفه سمن وشويه ما زهر، صديق الحشو يكون فيه صفار بيضه مغرفه سمن وشويه ما زهر. بالنسبه لللوز ديري تلت فناجل اللوز، فنجان سكر، صفار بيضه، مغرفه سمن وما زهر. صديقي يختلفوا هنا الكاوكاو مع اللوز في الكيل فقط. ومن بعد هنا واش رايحه ديري؟ تخلي لاباط ترتاح وتحليها بالحلال فوق طاوله مرشوشه بالفرينه. من بعد راهي تباع واحد المثلث بالك راكم شايفينه انتم، مثلث يقطع لك التشارك عادي، او كاين هكذاك واحد المثلث طويل، لاباط تكون دقيقه باش يجيك ملفوف. تحطي الحشوه في الطرف وتلفي هذاك التشارك، تمسحيه من الفوق بالبيض وترمدي الوج الفوقاني في لي زاموندي فيلي ولا في اللوز ولا في الكاوكاو شي اللي عندك، وديري تشيركات ومن بعد طيبيهم فيهم لا ليفيغ. باغي يخمروا شويه صغري الحبه، رايحين يخمروا كي يطيبوا يولوا دوغي، رشي عليهم ابان سكر ناعم وان شاء الله تاكلي بالصحه ولهنا عليك ان شاء الله. هذه كانت